السلام عليكم أحبائي طلاب الصف الرابع. اليوم بإذن الله سنقوم بشرح الدرس 11، بطولة وفداء شهداء الأردن من شهداء الأردن في فلسطين. بداية يا رابع، سنتعرف على الشهيد البطل كايد مفلح عبيدات والشهيد البطل محمد الحناطي. أبطال الحق ويكتب التاريخ بطولاتهم بحروف ممجدة. الشهيد كايد مفلح عبيدات. ولد الشهيد كايد مفلح عبيدات في قرية كفرسوم عام 1868 في بيت متواضع، وتربى في كنف والده الشيخ مفلح. عرف منذ سنواته الأولى بالذكاء وسرعة البديهة، وكان من أبناء ذلك الجيل الذي تربى على حب الوطن. فقد كان مهتما بالتاريخ العربي، فقرأ جيدا شخصية خالد بن الوليد قائد معركة اليرموك. اليرموك التي لا تبعد عن مسقط رأس الشهيد أكثر من 3 كيلومترات. وفي عام 1916 أثر تنصل الحلفاء من وعودهم للشريف الحسين بن علي مفجر الثورة العربية الكبرى بتوقيعهم اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت البلاد. ووعد وزير الخارجية البريطاني بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ثارت الشعوب العربية وعلى رأسهم الشعب الأردني، ومن هنا بدأت المقاومة، حيث أغارت جموع أهالي الكفارات وبني عبيد والرمثاء والوسطية عام 1920 على سمخ وبيسان وبعض القرى التي يتواجد فيها اليهود الذين ذعروا وفروا. انقطع سير القطارات بين حيفا ودمشق، وتعطلت المواصلات البرقية والهاتفية، مما أدى معركة واحدة. لكننا خسرنا القائد والزعيم والشيخ والإب الذي تعودنا أن نراه كل يوم. واقتبس في نهاية الخطاب ما كان يردده الشهيد كايد العبيدات دوما قائلا: عندما يكون الموت حقا فأشرف أنواع الموت أن يكون على تراب فلسطين. إذن يا رابع، الآن ننتقل إلى قراءة فقرات الدرس يا رابع. من شهداء الأردن في فلسطين. حين فرض الإنجليز سيطرتهم على أرض فلسطين وفتحوا باب الهجرة اليهودية إليها، جاهد الأردنيون بأموالهم وأنفسهم دفاعا عن عروبة فلسطين، ونال شرف الشهادة منهم عدد كبير. يعني يا رابع، الفقرة الأولى تتحدث عن دخول اليهود إلى فلسطين، حيث الإنجليز هم من فرضوا سيطرتهم على أرض فلسطين وفتحوا باب الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين. فجاهد الأردنيون بأموالهم وأنفسهم دفاعا عن عروبة فلسطين، ونال شرف الشهادة منهم عدد كبير. إذن هذه الأفكار التي تحدث عنها الفقرة الأولى. الفقرة الثانية يا رابع، كان البطل كايد مفلح عبيدات أول شهيد أردني وهب روحه فداء للثرى الطهوري، وقد استشهد مع عدد من رفاقه الشجعان على ثرى فلسطين بعد أن أوقعوا خسائر بالغزاة المعتدين. لن يا رابع، القائد البطل أو الشهيد البطل كايد مفلح عبيدات هو أول شهيد أردني وهب روحه فداء لتراب فلسطين، واستشهد معه عدد من رفاقه الشجعان. إذن هنا المجاهد كايد عبيدات هو أول شهيد أردني على ثرى فلسطين، وقد استشهد مع عدد من رفاقه الشجعان على ثرى فلسطين. وحين سعت عصابات اليهود إلى احتلال فلسطين وإخراج أهلها منها، أسندت إلى القائد محمد حمد الحنيطي قيادة حامية حيفا وتدريب المقاتلين فيها لما يتمتع به من خبرة وشجاعة، فحظي بشرف الجهاد في فلسطين. إذن يا رابع، القائد محمد الحنيطي هو من توكل أو أسندت إليه بقيادة حامية حيفا، أي حدودها وأرضها، وأوكلت إليه تدريب المقاتلين فيها لما يتمتع به محمد الحنيطي من خبرة وشجاعة، فنال شرف الجهاد في فلسطين.
وخاض مع رفاقه معارك ضارية قتل فيها أعدادا من الصهاينة، وقد استشهد حين هاجم الصهاينة شاحنته المحملة بالسلاح، فروى بدمائه الزكية تراب فلسطين الغالية. لم يكن الشهيدان كايد مفلح عبيدات ومحمد الحنيطي إلا مثالا لأبناء الأردن الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الحقوق والمقدسات. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. إذن يا رافع، محمد الحنيطي وكايد مفلح عبيدات هما مثالا لأبناء الأردن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن الحقوق والمقدسات. إذن هنا فروى بدمائه الزكية تراب فلسطين الغالية. المعاني: أثر التراب، وهب، منح أو أعطى، الزكية الطيبة، الغزاة المحتلون، ضارية حامية شديدة، حامية حيفا حدودها وأرضها، نالة حظية. الأفكار: الإنجليز هم الذين فتحوا باب الهجرة اليهودية بعد احتلالهم لفلسطين. المجاهد كايد مفلح عبيدات أول شهيد أردني وهب روحه فداء للثرى الطهور على ثرى فلسطين. الشهيدان كايد عبيدات ومحمد الحنيطي مثالان لأبناء الأردن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل المقدسات. ودمتم بخير.